وشكوان رجاء الالتزام بالضوابط. اليوم يقوم الهلال الأحمر العراقي فرع نينوى وبإكمال المرحلة الرابعة التي وضعت من خطة مكافحة كورونا من قبل سيد مدير الفرع أستاذ حيدر. المرحلة كانت أربع مراحل، الخطة الأولى توعية من كورونا، والثانية توزيع المواد الغذائية والإغاثية، والثالثة توزيع الفولدرات والتنبيه من هذا المرض. المرحلة الرابعة تضمنت تخفيف معاناة هذه الشريحة التي تضررت من جائحة كورونا، وهذه اليوم هي الوجبة الثانية التي نقوم بها بتوزيع المبالغ النقدية على 40 شابا وعائلة تسمى بالمشاريع الصغيرة. يقول المثل الصيني: لا تعطيني سمكة كل يوم ولكن علمني كيف أصطاد. اليوم نعطيهم هذه المبالغ بعد عملية استبيان قام بها مدير شعبة الكوار أستاذ إسماعيل لعدد من هؤلاء الشباب لفتح مشاريع لتكون باب رزق لهم. فمنهم من قرر أن يفتح محلا لتصليح المواد الكهربائية، والآخر صالون حلاقة، والآخر مشاريع صغيرة أخرى. الهلال الأحمر معكم مستمر في عملكم، ولدينا مشاريع أخرى تخدم أهالي نينوى للتخفيف من معاناة أهلها. هذه الموصلة التي طالما بكت من الحزن، الهلال الأحمر العراقي اليوم ومنذ فترة وسابقا يدخل الفرح على قلوبهم. الهلال الأحمر العراقي، هذا البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الصليب الأحمر النرويجي في سبيل تخفيف معاناة أهلنا وذوينا في نينوى. والله مبادرة يعني كل الزينة، وإحنا نشكر الهلال الأحمر على المبادرة. يعني وفر لنا بالمبلغ، راح يوفر لنا عمل. شروط مشاريع صغيرة، أنا لسه سجلت على ستوتة وكان ملحي ماني حداد، فأخذت المبلغ أشتري وأقدم لهم العقود اللي راح أشتري بيها الستوتة والمكاين ملحين مدة 18 يوم، وكل شهر يجون يعني يشوفون العمل مستمر مدة 4 أشهر 5 أشهر. والله مبادرة كلش حلوة، ودي يساعدون مثل ما نقول المحتاج. ها مليونين. نسوي مشروع ونعين نفسنا بهذا المشروع، ومثل ما نقول نسد احتياجاتنا احنا المحتاجين. ان شاء الله مشروع خياطة.